بنتكلم على الموديولز جوه الجافا سكريبت او جوه النود جي اس. الموديول هو عباره عن جافا سكريبت لايبراري او جافا سكريبت باكج. خلاص يعني ايه؟ سيت اوف فانكشنز، مجموعه من الفانكشنز ومن الكلاسز مع الفانكشنز مع بعضيها، عملناهم في باكج كده وسميناهم موديول. خلاص كده. طيب ازاي نعمل؟ في نوعين، في البيلت ان موديول، دي موديول زي الاتش تي تي بي. احنا عملنا قبل كده في مثال لما عملنا ايه ريكواير والاتش تي بي، ده موديول احنا بنستبعيه، مفيش مشكله خالص. الموديول ده، الموديول ده اللي هو الاتش تي تي بي دوت، موديول بيلت ان جاهز. ممكن احنا نبني الكاستم بقى موديول، ده الطريقه الثانيه، احنا نعمل موديول بتاعنا احنا، نحط فيه السيت اوف فانكشنز بتاعتنا ونعيد استخدامه تاني. فتعالى نعمل فايل بسيط كده ونشوف هنقدر نعمل فيه ايه، يعني ازاي نعمل حاجه زي كده. انا هعمل نيو فايل، وليكن انا عايز اعمل فانكشن بتعمل اي شيء، بستخدم حاجه اسمها اكسبورتس. خلاص اكسبورتس مع دي كيورد موجوده، يعني كلمه محجوزه كده بالنسبه لنا، مقصود بيها ان احنا هنعمل مجموعه من البروبرتيز والميثودز متاحه بقى مش جوه الفايل ده بس، اكسبورتس بره الفايلات اللي هتستدعي، تقدر تنادي على اللي احنا هنعمله دلوقتي، هتقدر تنادي على اللي احنا هنعمله دلوقتي. فمثلا على سبيل المثال تعال نقول ان انا هعمل مثلا فانكشن اسمها جيت ديت مثلا، مثلا يعني دي فانكشن اسمها جيت ديت بتساوي، وانت عامل فانكشن بسيطه، طبعا الكلام ده يسري على كله، وانت عامل فانكشن بسيطه خالص وجيت فيها وانت قايل مثلا ريتيرن، وقمت منادي على مثلا ريتيرن اي ديت وخلاص، ريتيرن ديت عشان الجافا سكريبت هتجيب لي الديت بتاع الجافا سكريبت عادي. دي فانكشن ممكن احط 2 و3 و4 و5 و10. تعال نفترض ان ده كده بس، يعني الموديول بتاعتنا ما فيهاش غير الفانكشن دي مؤقته. الفانكشن دي اسمها جيت ديت وهي بتريتيرن ديت. سيب هكتب بقى هنا ايه؟ مديول، او هنخليه كاستم، كاستم مديول ده اسم الايه؟ اسم الفولدر، و هسميه موديول، موديول مثلا 1. خلاص دوت جي اس طبعا، وسيفت الفايل. ماشي كده. طب انا كده عملت الايه؟ الموديول بتاعي، مجموعه من الفانكشنز اوف فانكشنز جمعتها جوه موديول. عايز اعمل الفايل بتاع بقى اللي استخدمها، فانا هستخدم الاب دوت جي اس ده، بس هقوم جاي كده من فايل سيف اس وهسيبه جوه الايه؟ جوه الكاستم مديول. هسميه مثلا ايه؟ سيرفر دوت جي اس، عشان بس باسم مختلف وفي فولدر مختلف طبعا. هنا كنت بستبعد ال اتش تي تي بي، كنت بعمل برنت فانكشن. احنا قلنا طبعا قبل كده ان احنا ممكن نشيل البرنت فانكشن دي كلها كده، نكتها ونحطها بدل الفاريبل هنا. فانا لما احط الفانكشن جوه فاريبل بعد كده استدعي الفاريبل، بيبقى ده منظر يعني المفروض يتعود على الشكل يعني العام ده، مش مشكله زي ما احنا كده، مش مشكله خالص. اللي انا عايز اعمله ايه؟ عايز استدعي اولا زي ما استدعيت دي، دي كانت بيلت ان، بيلت ان موديول، عايز استدعي الايه الكاستم موديول اللي عملتها. فقلت له بار خلاص، سميتها مثلا بتاعت الديت دي تي ام، اختار ديت تايم يعني، وهنادي بريكواير زي ما عملنا واحنا بنستدعي فوق ال HTTP، وهقول له هنا بقى موديول 1، موديول 1. طيب عشان يعرف الفرق ما بين ده كاستم ولا مش كاستم وفي انه مكان والمسار بتاعه، بحط نقطه وسلاش، نقطه وسلاش دي موديول 1. فهم ايه؟ انه بينادي على فانكشن موجوده في نفس الفولدر اللي فيه سيرفر دوت جي اس. لو كانت في فولدر ثاني داخلي مثلا، كنت هكتب كده مثلا موديولز مثلا، لو انا عامل فولدر اسمه موديولز وعامل سلاش وحاطط جوه الموديولز دي بقى كل الموديول بتاعتي، فنادي على موديول 1 وموديول 2 وموديول 3 عادي. خلاص كده؟ يبقى نقطه سلاش دي معناها الكرنت ايه؟ الكرنت، الكرنت فولدر جواها هتلاقي موديول 1. ماشي؟ عايز تعمل فولدر سلاش موديول 1 مفيش مشكله. خلاص كده دي دي تي ام ده بقى اكنه شايل كل الفانكشنز اللي موجوده جوه موديول 1، كانه كلاس فايل. ماشي؟ طيب
عايزين بقى نستدعيه هنا، فانا ممكن نود جي اس سيرفر راننج ان مثلا وسبيس كده وجنبيها كله عارف الدي تي ام ده دوت، مفيش عندي غير جيت ايه غير جيت ديت، فاقول له جيت ديت خلاص، فكده دي تي ام دوت جيت ديت المفروض يرن الفانكشن الموجوده هناك. خش على التيرمينال هنا السي مش عارف ايه فيرست اب، قلت له لا تشينج الدايركتري كده على الفولدر الجميل بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو كاستم مديول هنا اهو، اخد كنترول سي كده من اليو ار ال، اعمل بيست كده بيست انتر، بقيت واقف جوه الفولدر، هقول له نود عايز اقوم سيرفر دوت جي اس بيست انتر، طلع لي بروبلم 80 ايرور مش عارف ايه وليست ليسن مش عارف ايه ده 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 بوت ستراب مش عارف ايه ليكت لوكال هوست ما اعرفش ممكن يكون تاني نود سبيس طبعا طلعت بالسهم لفوق نود سبيس سيرفر دوت جي اس في مشكله كده. طيب ممكن نرن من هنا ونرن كده هقول له نود واقول له سيرفر دوت جي اس عندي ايرور في ايفنت دوت جي اس ده فايلز بتاعتهم هم فايلز بتاعت نود جي اس يعني هو ما سايبش برضه هو جايب لينا. طيب ماشي ممكن ممكن يكون في السيرفر قايم ولا حاجة نرجع تاني وأقول نود سبيس سيرفر جي اس قام كده يبقى بس كان السيرفر اللي هو 8080 ده احنا رنيناه في حاجة وما قفلناهوش فهو لسه مازال معلم فهو تيجي هنا رانن ولسه ما رانن ولا حاجة نعمل ريفرش كده مفيش مشكلة هو نايم يعني ادي تلات اربع تمانيات قال له جي اس سيرفر راننج وجاب لي الايه؟ تاريخ بالعك بتاعه سبت مش عارف ايه وقت كل التفاصيل اللي بالتاريخ وكده عملنا كاستم ديول ونادينا عليها ناخد بالنا بس ان لو السيرفر بورت بتاعه كان رانن هيعلق معانا زي ما احنا شفنا كده ويقول لك ده الشغل شغال ومفيش ومش هقدر اقومه تاني كده مفيش مشكله.